المزيد حول أهم فعاليات اليوم الثاني والأخير من قمة الإبداع الإعلامي للشباب العربي في نسختها الأولى نتابعه مع زميلة جرمين إبراهيم مراسلة التلفزيون المصرية. بعد التحية نتابع معكم فعاليات النسخة الأولى من قمة الإبداع الإعلامي للشباب العربي في اليوم الثاني والأخير لهذه القمة التي استمرت على مدار يومين تحت شعار إعلام ملهم شباب مبدع، والتي تنظمها الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري وتحت رعاية مجلس الوزراء وجامعة الدول العربية. هذه القمة جاءت بمشاركة واسعة لعدد كبير من كبار رجال السياسة والإعلام والشخصيات العامة، إلى جانب أيضا العاملين في مجال الإعلام المحلي والعربي وطلاب الجامعات المصرية وأيضا العربية بهدف تعزيز التعاون بين مختلف المؤسسات الإعلامية. إذا تحدثنا عن أهم فعاليات هذه القمة، هذه الفعاليات التي استمرت على مدار أمس وأيضا مستمرة على مدار اليوم، فكان هناك عدد كبير من الجلسات النقاشية لمناقشة أهم الموضوعات المرتبطة بالساحة الإعلامية في المنطقة العربية. كان هناك حديث عن الذكاء الاصطناعي وتحديات في مجال الإعلام، أيضا تأثير التكنولوجيا الحديثة على كتابة المحتوى وتحديات التغطيات الإعلامية في المناطق العربية، خاصة نتحدث عن مناطق الصراع والصحة النفسية للعاملين في مجال الإعلام. من المنتظر في نهاية هذا اليوم ونهاية فعاليات القمة يكون هناك جلسة بها عدد من التوصيات خرجت بها مختلف الجلسات النقاشية، أيضا إلى جانب أيضا تكريم الشخصيات، عدد من الشخصيات الإعلامية والشخصيات العامة وأيضا الشباب الذين تفوقوا في مختلف فعاليات هذه القمة، وبشكل خاص المسابقة التي تأتي على هامش هذه القمة، وهي مسابقة بتستهدف صناع الأفلام والمصممين والمبرمجين من شباب الإعلاميين وطلاب كليات الإعلام المحلية والعربية. أيضا على هامش الفعاليات هناك عدد كبير من الورش التدريبية على يد أفضل المدربين والإعلاميين بهدف رفع قدرات الشباب وأيضا تشجيعهم ونقل الخبرات المختلفة لهم. نتحدث بشكل عام أن هذه القمة وهي قمة الإبداع الإعلامية للشباب العربي تعتبر بمثابة منصة لتبادل الخبرات بين مختلف المؤسسات الإعلامية، أيضا الخبرات بين المشاركين من الدول العربية، إلى جانب اكتشاف الطاقات الشبابية في مجال الإعلام وتعزيز الوعي باستخدامات التكنولوجيا الحديثة. أعود إليكم مرة أخرى في الاستوديو.